أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفترة من التغطية الإخبارية التي خصصناها لمتابعة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية. البداية من كندا، حيث أعلنت مقاطعة ألبرتا في غرب كندا حالة الطوارئ بعد اندلاع نحو 100 حريق في غابات هناك، ما أدى إلى مغادرة نحو 25 ألفا من السكان منازلهم في وضع غير مسبوق. وطلبت السلطات من آلاف السكان الآخرين الاستعداد للمغادرة في أي وقت، حيث تم تسجيل 110 حرائق أججتها رياح قوية ثلثها كان خارجا عن السيطرة. وقالت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا دانيال سميث إنه قد تم إعلان حالة الطوارئ للحفاظ على أمن وسلامة السكان، مؤكدة أن نحو 122 ألف هكتار من الأراضي احترقت، فيما تم إخلاء 20 بلدة. للحديث بشكل أوسع عن التغيرات المناخية ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور تحسين شعلة، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية وعضو الاتحاد العربي للمناخ والبيئة. دكتور تحسين، برحب بحضرتك. السلام دكتور تحسين، يعني في الخبر الذي تناولناه قبل قليل عن حرائق الغابات في كندا، كان العامل في هذه الحرائق هي الرياح القوية. هل الرياح ربما تؤجج النيران أم عدم الاستقرار في درجات الحرارة وتسجيل درجات حرارة عالية نسبيا هو السبب وراء مثل تلك الحرائق؟ وطبعا الحرائق في أي منطقة في العالم بيكون لها أسباب عديدة. الغابات هي الغابات طبعا نتيجة لوجود الأشجار بارتفاعات عالية وبكثافة شديدة، بينتج عنها أن في بعض الأوراق الجافة بتتساقط، ونتيجة لوجود ارتفاع وانخفاض في درجات، يعني بالذات في حدوث دكتور تحسين. أيوه اتفضل، ممكن حضرتك تعلي صوتك شوية. نتيجة إلى أن في تساقط من الأوراق بتاعة الأشجار
حضرتك احنا في الفترة تساقط الأوراق الأشجار. ربما فقدنا الاتصال بدكتور تحسين شعلة، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية وعضو الاتحاد العربي للمناخ والبيئة، وسنعاود الاتصال به ربما بعد هذا الخبر من فيتنام، حيث أعلنت السلطات الفيتنامية أن تسجيل درجة حرارة قياسية بلغت أكثر من 44 درجة مئوية شمالي البلاد. وقال الخبير في علوم المناخ ناغوين ناجوك إن هذا الرقم قياسي ومقلق في سياق تغير المناخ والاحتباس الحراري. وعاد إلينا من جديد الدكتور تحسين شعلة، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية وعضو الاتحاد العربي للمناخ والبيئة. دكتور تحسين، كنت بسأل حضرتك عن السبب وراء حرائق الغابات، هل هو الرياح القوية أم عدم الاستقرار في درجات الحرارة وارتفاعها بشكل ملحوظ؟ وطبعا يعني بيكون العوامل دي هي عوامل مستوى الرياح العاصفة أو الرياح القوية، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في وجود الأشجار. الأشجار الغابات بتجيلها فترة من الوقت بيكون فيها تصفط معدل الأوراق بكميات عالية جدا. تصفط الأوراق بمعدلات يعني على بعضها لدرجة إن بينتج عنها نوع حرارة. أنا هستأذن حضرتك دكتور تحسين تكون في مكان الشبكة فيه كويسة لأن صوت حضرتك بيقطع. دكتور تحسين، فقدنا الاتصال بدكتور تحسين شعلة مرة أخرى، سنعاود الاتصال به مرة أخرى. في الصين يواصل عمال الطوارئ جهودهم لإصلاح سد تم تدميره جزئيا في مقاطعة جايانغشي بشرق البلاد. أدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات لعدة أيام. بسبب هذه الفيضانات أجلت السلطات الصينية مئات الآلاف من الأشخاص في العديد من المقاطعات الصينية. ومن ملف الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية ننتقل بحضراتكم لمتابعة ملف الحوار الوطني. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا. أشاد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بانطلاق قناة إكسترا لايف وتخصيص جزء من عملها لنقل جلسات الحوار الوطني،
وقال رشوان إن مجلس الأمناء سيجتمع خلال أيام قليلة للإعلان عن جلسات الحوار الوطني المقبلة، مشيرا إلى أنه من المقرر بثها على قناة إكسترا لايف ووسائل الإعلام المختلفة. وأضاف أن التنوع والاختلاف كان سمة مؤكدة خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، مشيرا إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الحوار الوطني هو الذي يصنع مستقبل الجمهورية الجديدة. وأوضح المنسق العام للحوار الوطني أن مطالب وقضايا المصريين مطروحة في كل لجان الحوار الوطني، مؤكدا أن الحوار ليس بديلا للحكومة والبرلمان لكنهما في تفاعل دائم مع الحوار. ودعا رشوان المصريين للمشاركة والتفاعل مع الحوار الوطني عبر وسائل الاتصال المختلفة، مشيرا إلى أن هدف الحوار هو إرضاء المواطن في نهاية المطاف. ولفت رشوان إلى أنه لا توجد خطوط حمراء في الحوار الوطني. كانت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني قد انعقدت بمشاركة واسعة وفاعلة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. تضمنت الفعاليات جلسات نقاشية شارك بها كل فئات الشعب المصري على طاولة واحدة لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري تكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة. استعرضت الحلقة النقاشية الأولى للجلسة الافتتاحية للحوار الوطني عددا من الملفات المهمة. ناقشت الجلسة مجموعة من الأولويات للدولة والمواطن المصري، من بينها العمل على إيجاد الوسائل الفعالة لتحقيق تلك الأولويات، بالإضافة إلى التوافق على إعطاء المحور الاقتصادي أولوية. كما ناقشت الجلسة قضيتي الأسرة والزيادة السكانية. وأكد المشاركون بالجلسة أن الحوار الوطني مرتبط بالمواطن المصري ولا يوجد أي اتجاه بعينه مسيطر على الحوار.
على طاولة واحدة يجتمع ممثلو كافة فئات المجتمع المصري ضمن خطة الدولة للسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة. المزيد عن الفئات المشاركة نتابعه في هذا العرض. منذ أن منح الرئيس السيسي الضوء الأخضر لإطلاق الحوار الوطني في 26 من أبريل عام 2022، بدأت إدارة الحوار في اتخاذ خطوات وجهود جدية لوضع هيكل للحوار يستوعب جميع القوى المشاركة. المزيد في هذا العرض. وتحت شعار مساحات مشتركة توافق مجلس أمناء الحوار الوطني خلال 23 اجتماعا تحضيريا على عدد من القرارات الهامة والتي كانت خطوة جدية في مسيرة الحوار الوطني للانتقال إلى مرحلة جديدة من مراحل الحوار وهي الجلسات النقاشية. المزيد في العرض التالي. شهدت المرحلة التحضيرية للحوار الوطني خطوات وجهودا جديدة على مدار 23 اجتماعا وانعقاد دائم لمجلس الأمناء أفضت إلى مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني بانطلاق الجلسات النقاشية.
يشمل المحور السياسي في الحوار الوطني 5 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات التي نتابعها مع حضراتكم في هذا العرض. وفي المحور المجتمعي توافق مجلس أمناء الحوار الوطني على 6 موضوعات يندرج تحتها عدد من القضايا. We'll be right back.
يأتي الحوار الوطني في إطار رؤية مصر المتكاملة من أجل العمل نحو الانتقال للجمهورية الجديدة بهدف طرح حلول للتحديات الداخلية وتحديد أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. المزيد في العرض التالي والزميل محمد المهدي. أهلا بكم. مثلت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 من شهر أبريل لعام 2022 إلى إطلاق حوار وطني شامل حول مختلف القضايا وتكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب لإدارة حوار سياسي مع كل القوى من دون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا مثلت بادرة غير مسبوقة من أجل العمل نحو الانتقال للجمهورية الجديدة. ويأتي الحوار الوطني في إطار رؤية مصر المتكاملة والتي تشمل الإصلاح الشامل للإنسان المصري مع إعادة صياغة سياسة مصر الخارجية بمستوياتها الإقليمية والعالمية، وصولا لمرحلة الجمهورية الجديدة من خلال خلق مساحات مشتركة بتوافق كافة القوى السياسية والشبابية من مختلف الجهات والفئات من أجل إعلاء مصلحة الوطن. الطريق إلى الحوار الوطني انطلق في 26 من شهر يونيو الماضي، حيث تم الإعلان عن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني بعد التشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار، ليضم المجلس 19 عضواً من مختلف التيارات السياسية والتوجهات الفكرية، وليعكس المشاركة الفعالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، وبما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار تخدم صالح المواطن المصري. اعتمد الحوار الوطني الذي يقام تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب كجهة حيادية، اعتمد ثلاثة محاور أساسية، هي المحور الاجتماعي والمحور الاقتصادي والمحور السياسي، وذلك لتعظيم قيمة مخرجات الحوار في ضوء المتغيرات العالمية على كافة المناحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ليتسنى إعداد رؤية موحدة من كل القوى المشاركة لتمثل خارطة الطريق نحو مستقبل أكثر توافقا. تم الاتفاق على خمس قضايا رئيسية بالمحور الاجتماعي، هي التعليم والصحة والقضية السكانية وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي والثقافة والهوية الوطنية. كما تم التوافق أيضا على سبع قضايا في المحور الاقتصادي، هي التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والاستثمار الخاص سواء محلي أو أجنبي، والصناعة والزراعة والأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية. بينما تعد قضايا مباشرة الحقوق السياسية والمحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة أبرز ما اشتمل عليه المحور السياسي. ويهدف الحوار الوطني إلى دمج القوى السياسية في عملية البناء والتنمية، فضلا عن وضع أسس وآليات تضمن مجالا عاما آمنا ومستقرا للجميع، بجانب طرح حلول لمشكلات الفئات والطبقات الاجتماعية ووضع أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة والقادمة، كما يسعى لخلق جبهة قوية تشارك في مواجهة التحديات الاقتصادية. أول المقترحات التشريعية للحوار الوطني تقدم بها مجلس أمنائه لرئيس الجمهورية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، وذلك عبر تعديل المادة 34 لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والمقرر انتهاؤها في 17 من شهر يناير لعام 2024. استجابة سريعة جاءت من القيادة السياسية، حيث أشاد الرئيس السيسي بالجهود المبذولة من كل القائمين على الحوار الوطني، موجها الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة مقترح استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات وآلياته التنفيذية. واستعدادا لإطلاق جلسات الحوار الوطني، تم عقد لقاء مع مجموعة من رموز وقيادات العمل السياسي والإعلامي في مصر من مختلف الجهات والأفكار
للتشاور حول مجريات الحوار الوطني ومشاركتهم الفعالة في كل مراحله، سعيا لتحقيق آمال الشعب المصري وطموحاته. مشاهدي الكرام، كان هذا عرضا عن الحوار الوطني الذي جاء بدعوة رئاسية ليضم فئات المجتمع كافة. نشكر لكم طيب المتابعة. لما أطلقنا موضوع الحوار زي ما بدأنا وقلنا إن إحنا محتاجين نتكلم مع بعض أو نسمع بعض، كان الهدف منها إن إحنا فعلا محتاجين نسمع بعض أكتر. الظروف والتحديات اللي موجودة في العالم، في المنطقة وفي بلدنا، محتاجين إن إحنا دايما على الأقل يبقى في تواصل بيننا، نقدر نبقى شايفين مع بعض. الحوار الوطني كان شامل، ما كانش في اتجاه محدد، لا نطرح كل القضايا وكل الجهات اللي عايزة تتكلم تتكلم، مش سياسي بس، ممكن نختلف بس يعني مش هيبقى، او يبقى في خلاف في الرأي بس ما يبقاش اختلاف. هنستنى وهنسمع وهنكلم احبابنا في كل من اللي بيطرحوه. ينضم إلينا عبر الهاتف النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني. معالي النائب، برحب بحضرتك، وكنت عايز أسأل حضرتك على سير وخطوات الحوار الوطني حتى الآن، كيف تنظر إليها؟ خطوات إيجابية مدروسة، خطوات حكيمة، أعتقد أني أدت في نهاية المطاف بتاع المرحلة التحضيرية إلى المظهر الذي شاهده الجميع في الجلسة الافتتاحية، مشاركة كل الصيف المصري، ليس الصيف السياسي فقط بل الصيف الاجتماعي، النقابات، السياسيين، شخصيات عامة، كل الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان والتي لم تنجح في الوصول إلى البرلمان، الجميع كان مشارك في الجلسة الافتتاحية، وده يؤكد أن ما مر به الحوار الوطني من مراحل تحضيرية كانت ضرورية ولازمة، وأخذت الوقت المناسب لها لكي تؤتي بثمارها بعد بناء جسور الثقة والتوافق حول القضايا الرئيسية التي يتم إدراجها تحت المحاور الرئيسية الثلاث. نعم، يعني حضرتك ضمن مقرري لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، كيف تأتي مشاركة هذه اللجنة؟ لجنة الأحزاب السياسية هي أحد اللجان الخمسة التي تندرج تحت المحور السياسي، بتهتم بثلاث قضايا رئيسية قد يتفرع عنها بعض القضايا الفرعية أثناء النقاشات والحوار بين المتحاورين. القضايا الرئيسية اللي بتعتني بها لجنة الأحزاب السياسية، القضية الأولى هي دعم وتعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها. القضية الثانية الحوكمة الإدارية والمالية داخل الأحزاب السياسية. القضية الثالثة هي تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية. يندرج تحت هذه القضايا الثلاث نقاط فرعية، كل الأمور ستكون مطروحة على طاولة النقاش داخل لجنة الأحزاب السياسية، ويمكن أنا أكدت أكثر من مرة أني لن يكون هناك إقصاء لرأي، سنستمع لكل الأحزاب السياسية والسياسيين والشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، الهدف هو الوصول إلى نقطة التوافق أو المساحة المشتركة التي يمكن البناء عليها والانطلاق لتأسيس الجمهورية الجديدة. نعم، ده هيأتي في إطار من التوافق والمساحات المشتركة، تحدد نتائج الحوار المتحاورين. دوري كمقرر لجنة الأحزاب السياسية أن أدير الحوار وليس أن أوجهه.
هل هناك قضايا مشتركة بين المحاور الثلاث؟ بمعنى يعني هل من الممكن المشاركين في المحور السياسي أن يشاركوا في المحور الاقتصادي أو المجتمعي، أم أن تقسيم اللجان مقصور ويعني محدد على من ورد فيها؟ سؤال حضرتك مهم جدا، وتعرضت له لائحة عمل اللجان الفرعية. بالفعل من الوارد جدا أن يشارك المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية المختلفة في باقي لجان المحور التابع لهم، يعني ممكن يشاركوا إذا كانوا في المحور السياسي يشاركوا في لجان المحور السياسي، ممكن يشاركوا في لجان المحور الاقتصادي أو المحور الاجتماعي. القضايا السياسية والاقتصادية ترتبط ارتباط متشابكة بالضبط، ارتباط وثيق بالقضايا الاجتماعية، وبالتالي السياسة تؤثر في الاقتصاد والاقتصاد يؤثر في السياسات والاثنين وكلاهما يؤثران في المجتمع. نعم. وبالتالي هذا عمل إنساني، وبالتالي هناك ارتباط وثيق بين كل القضايا. هذه مسألة تنظيمية، وجود 19 لجنة نوعية اللي بيندرجوا تحت المحاور الرئيسية الثلاث، لكن أيضا أعضاء مجلس الأمناء من الوارد وفقا للائحة أن يشاركوا ويدلوا بدلوهم داخل لجان أثناء جلسات الحوار، وبالتالي المشاركة مفتوحة. المهم الوصول إلى المساحة المشتركة. من كده شعار مرتبط بالحوار الوطني في كل اللافتات بنلاقي كلمة المساحة المشتركة، المساحات المشتركة هي الهدف. نعم، دعني أتوقف عند هذا العنوان. نعم، المساحات المشتركة. هل هناك تعارض بين مواعيد الجلسات يعني في الهيكل التنظيمي للحوار الوطني والذي سيبدأ بعد أسبوع أو 10 أيام، الجلسات المعلنة كما أوضح الأستاذ ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، هل هناك تعارض بين مواعيد الجلسات؟ بمعنى يعني فيما يخص المحور المجتمعي، هل يتعارض موعده مع المحور السياسي أم لكل منهما موعد جلسة محددة، أم كل الجلسات تقوم في نفس الوقت؟ لن يكون هناك أي شكل من أشكال التعارض. تم التوافق داخل مجلس الأمناء على العمل بالتوازي بين المحاور الثلاثة. سيخصص يوم الأحد من كل أسبوع لجلسات لجان المحور السياسي، يوم الثلاثاء على ما أذكر سيكون للمحور الاقتصادي أو الاجتماعي، ويوم الخميس للمحور الثالث. وبالتالي جلسات على مدار اليوم، يعني على الأرجح أن مجلس الأمناء ممكن يعلم خلال الساعات القليلة المقبلة جدول الجلسات أو أجندة الجلسات. أتحدث مع حضرتك على آلية إجراء الحوار، يعني عذرا إذا كنت دخلت في التفاصيل، ولكن من باب وضع المشاهد في الصورة العامة. لا، يعني يهمنا أن المشاهد الكريم يكون متابع كل ما يدور داخل أروقة الحوار، وأنا اللي بأكده لسيادتك أن لن يكون هناك تعارض. المحور السياسي هيشتغل في يوم، الاجتماعي في يوم، الاقتصادي في يوم، وبالتالي ما فيش تعارض بين المحاور الثلاثة. سيكون هناك قاعات مخصصة للجان، وبالتالي برضو مش هيكون في تعارض بين عمل لجنة ولجنة أخرى، بل بالعكس سيكون متاحة الفرصة للمشاركة الإيجابية من الجميع. ويمكن ده يرجعنا للسؤال اللي قبل كده من سيادتك، بإني متاح الفرصة إني مقرري المحور السياسي ممكن يكونوا موجودين يوم انعقاد جلسات المحور الاجتماعي أو الاقتصادي ويشاركوا، لأن عملهم هيكون في يوم مختلف عن يوم المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي. إذن عنوان مساحات مشتركة ربما كان عنوانا موفقا لإدارة هذه الجلسات ووضع جدول لجلسات الحوار الوطني. هذا ما أخبرنا به النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني. بشكر حضرتك معالي النائب، شكرا جزيلا.
بمجرد الإعلان عن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، بدأ المجلس في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة بهدف وضع القواعد واللوائح المنظمة للحوار، كما قام بدراسة الآلاف من المقترحات التي تلقاها من قوى المجتمع وتوصل إلى تقسيمها إلى 3 محاور نتابعها في هذا العرض. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفترة من التغطية الإخبارية التي خصصناها لمتابعة ملف الحوار الوطني، كنت معكم فيها على مدار الساعة الفائتة أنا دريم مصطفى، حتى ألتقيكم من جديد أترككم في أمان الله، وعلى رأس الساعة تلتقون نشرة إخبارية مفصلة مع الزملاء ندى رضا وشروق وجدي، حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله.